إن فرحة النجاح والتفوق لا تعادلها فرحة أخرى لدى الأهل والطلاب معا، وإن احتفال التخرج هو الخطوة الأولى المحفزة لمرحلة تأسيس مستقبل الخريجين وانتقالهم إلى آفاق الحياة والعمل. وفي هذا الإطار نظمت جامعة رفيق الحريري الكندية احتفال تخرج لدفعة من الطلاب من كل الاختصاصات بحضور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية. اليوم ونحن نشهد تتويجا لرحلة أولادكم التعليمية، نشعر بالامتنان العميق لإيمانكم بنا. أود أن أؤكد لكم أنه طوال فترة وجودهم هنا لم نقم فقط برعاية مساعيهم الأكاديمية، ولكن عملنا أيضاً على بناء شخصيتهم ومهاراتهم القيادية. ولكي تستكملوا مسيرتكم وتتوجوها بالنجاح، فمن الواجب عليكم أن تستمروا وتتابعوا وتطوروا ما حصلتم عليه من علم ومعرفة ومهارات مهنية، لأنكم تعيشون في عصر تطور وتضاعف تراكمي في المعلومات. وتخلل الاحتفال توزيع للشهادات وجائزة السيدة نازك رفيق الحريري على الطلاب المتفوقين. محمد جمال الخطيب. إذن تبقى الآمال معقودة على أن تكون آفاق العمل والنجاح مؤمنة في لبنان، وأن تنتهي محنتنا قريباً، ما يشكل حافزاً لكل المتخرجين لاستثمار طاقاتهم ومعلوماتهم على أرض لبنان وليس في عالم المهجر. ونقول مبروكاً لمحمد الخطيب ابن الزميل جمال الخطيب.